صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان من مختلف انحاء العالم، تحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. اكيد الكل عم يستعد لعيد الفطر المبارك، بتامل ينعاد عليكم بالصحه والسلام اكيد وين ما كنتوا. نحن مواضيعنا عديده لليوم والتحضيرات لعيد الفطر مثل ما بتعرفوا جاريه. نهار السبت رح يكون نهار مميز من قصر الامير امين ببيت الدين، فاكيد رح تكونوا على الموعد. ببدا مع زملائي فادي والي. بونجور. بونجور. جاهزين بالاستوديو واعيين ونشيطين ماكسيموم خاصه فادي. فادي دائما واعي ونشيط على عكس ما انتم بتسوقوا. ثانك يو كاتر. لا انا بشهد على هالشيء، بالعكس بنشطنا كمان. بدنا نقول كاتيا انه بكره كمان الحلقه رح تكون خاصه باول ايام العيد، ورح بيكون في معنا ضيوف من عالم الفن رح بيكونوا معنا مباشرة على الهواء. بآخر الحلقة ناطر المشاهدين مفاجأة لضيف نادر الإطلالات التلفزيونية بآخر 20 دقيقة من البرنامج، فايتابعونا أكيد. فادي شو عندك اليوم؟ اليوم شوي رح نحكي عن طريقة جديدة لعلاج الجروحات. عادة بتعرف الجرح بياخد وقت طويل مرات حسب الأشخاص لحتى يصح، ففي حسب الجرح يعني حسب الجرح وحسب العمر فينا نقول. ففي طريقه كثير جديده كثير حلوه بتساعد تكنولوجيه. ايوه 30% بتساعد بتسرع 30% فينا نقول او بتختصر ثلث الفتره الزمنيه للجرح لحتى يطيب. حلوه. رح يكون معك بعد شوي ولا إلي رح يكون معك بعد شوي بخبرني بعدين. أما هلأ رح نتابع نحن وياكم مع زميلي منى جلوين جولتنا على المناطق اللبنانية لنشوف كيف بتمضوا عيد الفطر. شو بدنا نعمل؟ طبيعي رح نزين الضيعة إن شاء الله. العيد الجاي رمضان الجاي عم نعمل مخطط لسوق أحد ومعرض موسمي بحلبة، وهذا أول سوق بعكار بيصير بهذا المستوى، وهذا السوق بيعمل أكثر من 300-400 فرصة عمل لعمال ولتجار ولمؤسسات صغيرة وبالأخص للطبقة الفقيرة اللي هي تحت خط الفقر. عيد العبادة وشهر الصوم والخير والبركات، والعالم بتقوم من الصبح بتحضر الأكلات، وشهر الأكل والطعام والعبادة. والله بدك تشوف بنزين الضيعة، اجتماع دائما طبخ وشو اسمه صبايا بيجتمعوا بيعملوا أجمل طبخات. زمانات كان أحلى بكتير بالنسبة للعيلة. العيلة بتقوم بتسحروا وبتقوم بكير بتجهز بيتها وبعد الظهر للطبخ وللاكل. يعني بيجتمعوا بعد الفطور بيجتمعوا بالديوانيه ويصيروا يفروا القهوه والحلو، بعد منها بيروحوا على الجامع، بعد الجامع بيروحوا على النوم. بينزلوا بيشتروا ثياب كل شيء بيحضروا حلويات العيد وكل عجة عيد دايما. يعني المناطق اكيد كلها عم تتحضر لعيد الفطر ونحن كمان اكيد اكيد بنبدا ب نبدا ب اب تو ديت. اول خبر عن البابا فرانسيس، البابا يلي شغل العالم ويلي حقيقي كثير يعني ما بيحكي غير ما بيفعل ابدا ولا كلمه، يعني مصر انه على الحرف كل شيء بيقوله يكون عم ينفذه بحياته اليوميه. البابا فرانسيس معه بيجو 405 موديل 88 موديل 88، وهي زيت السياره اللي كان يستعملها البابا يوحنا بولس الثاني. بيقول انه بعدها بصحه جيده وبحالتها منيحه وهو منه بحاجه لاي سياره ثانيه، واستغنى عن كل المرسيدس كلاس يلي موجودين بالفاتيكان. على كل حال استغنى عن كثير اشياء ثانيه البابا فرانسيس، عن كل اللكجري يعني الموجوده بالفاتيكان وبالسياره كمان. بتصور ليعطي كمان يوصل رساله، مش بس لانه بده يعيش بهالطريقه او لانه مقتنع انه هيك لازم يعيش البابا، انما كمان تيوصل رساله للجميع، وبلكي الناس يركزوا عليه وعلى كلامه وعلى رسالته
ومش على كل البهرجة الثانية. يعني هي إذا بدك رسالة ملهمة للإكليروس، رسالة ملهمة للناس عايش التواضع وعدم التعلق بالماديات. ونحكى كثير عن أخبار يمكن غير رسمية ولكن ما بنستبعد أنه تكون صارت عن طلبه من عدد من المعاونين والكهنة أنه يبيعوا سياراتهم الجديدة. إيه لا بعد مش كتير رح يبلعوا له إياها، ولكن بيقول أنه بيحزنوا أنه يشوف رهبة أو كاهن مستقلين سيارات حديثة وجديدة. بتصور هذا الشيء فعلا هو بيأثر على الجيل الجديد كمان يلي مستعجل لحتى يوصل لمطارح معينة وبصير يحرق الخطوات وبلكي ما يقدر يوصل، والحالات الاقتصادية بالعالم صعبة وإلى آخره. يعني من يعني بعتقد انه يعني الكنيسه الكاثوليكيه عندها يعني راس ملهم ومميز ورح يقدر يغير. لجا التغيير بلشنا نلمسه. رح نروح على خبر جديد. الخبر رح نشوف فيديو بعد شوي لتلميذه علمت احد المتحرشين فيها درس ما بينساه بعد ما اقتادته لقسم الشرطه وقررت انه تضربه بعد ما كان عم يتحرش فيها يومياً. وعنصر الشرطة يبدو من خلال هالفيديو أنه راضي عن تصرف الصبية اللي أكيد ما عادت قادرة تتحمل هالسلوك العنفي ويعني غير المبرر بحقه اللي أكيد بنم عن يعني عدم اتزان. عم نشوف هلأ يعني يمكن العنف بالعنف بس أكيد معناية منه مش عم برر على فترة طويلة. يعني بتعرفي كاتيا كثير في حالات تحرش جنسي بالهند ومعظم الصبايا بيموتوا جراء عمليات الاغتصاب. بتعرف ما بعرف اذا معنيه منه ولا معنيه من كثير كمان غيره عم تفش خلقها هلا. يمكن عم بتفش خلقها عن كثير من البنات يلي ممكن يتعرضوا لهالموضوع. يعني عملت العداله الشرطي يلي واقف وموافق ويعني خليه بس لاجره. ايه منا هي موضوع تاني. موضوع مؤسف هو اقتلاع ضرس العقل أودى بحياة صبية بتبلغ من العمر 17 سنة بمينيسوتا. هل وفاة بعد أسبوع من المعاناة توقف قلبها هالصبية، ويقال أنه في مضاعفات صارت خلال اقتلاع ضرس العقل، وارتفع ضغط الدم لدى سيدني وانخفض نبضها. فيعني حكيم الأسنان طبيب الأسنان نقلها بسرعة على المستشفى. بقيت أسبوع بالمستشفى ولكن مضاعفات كتيرة وتورم بالدماغ بسبب جرثومة بيقولوا أنه ممكن أنه تكون موجودة يعني بالهواء أو بحيلا شيء تاني. وممكن أنه بهالحالة ما تكون فيها القد ضعف عند شخص ممكن أنه تكون عم بتهاجمه، وهالشي أودى بحياتها. يعني الطب بعده دايماً بقول أنا الطب منه علم أكيد 100% وبعد في كتير إشياء لحتى اللي نكتشفها. يمكن هالجراثيم يلي كل واحد جويت المستشفى ممكن يلقطها وتؤدي لمضاعفات أو لوفاة. يعني شيء مؤسف. رح نروح على شراب بيساعد على التخلص من دهون البطن. هالدهون يلي بعتقد بتزعج خلينا نقول يعني 90% بس بتصور هالشراب بس إذا بلا صورة يمكن بس نتيجته فعالة بطرد السموم والتخلص من الدهون وحركة الأيض وتسريع حركة الميتابوليزم بالجسم. وهالشراب المذهل هو فعال باستهداف دهون البطن وإذابتها. بيطلب سجلوا عندكم لترين من المي حبة خيار متوسطة الحجم مقطعة شوي نقيزهم ملعقة من الزنجبيل المبروش دي قلب بخليهم لقالي طبعا حدا كله دال عنده كرش ملعقة من الزنجبيل المبروش وعشر ورق نعنع. ولازم عشرة؟ ايه هلا اذا بدك 8 6 ايش الحال هلا هو للتطعيم يعني بتطلع مزبوطه يعني بقى بينقعوا لليله كامله وبينشربوا ثاني نهار. كنا حكينا مره معنا تالي عن يعني عن اهميه الزنجبيل يلي كمان بيساعد على اذابه الدهون وزادت وقتها معه دراق ونعنع. ايه وزادت عليه رجيم اليمنتير وسبور. وسبور وركض ولايف ستايل ومرح البطن
لا بيروح بيروح بس عن جد شغله منا هينه. هلا على كل حال يعني المشروب صحي ولازم تكون طعمته طيبه يعني كل مره. انه ايه هي بس ما كان لازم نشوف السوق. ايه اطلقت الامارات والولايات المتحده بابو ظبي مركز مكلف مواجهه الدعايه الاعلاميه لتنظيم الدوله الاسلاميه على الانترنت. نعرف قد ايه الدعايه الاعلاميه وقد ايه البروباغندا وقد ايه يعني طريقه توصيل الرساله بطريقه معينه بتجذب الجمهور ان كان بتجذبهم او بترهبهم او الى اخره. شغله كثير مهمه وبنعرف قد ايه الصوره والدعاية قدرت أوقات تربح حروب وتخسر حروب كمان. فأطلقت الإمارات إذن والولايات المتحدة بأبو ظبي مركز مكلف بمحاربة هالدعاية بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إنه المركز اللي أطلق عليه اسم صواب هو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني بتهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي بحربه ضد تنظيم داعش وبيهدف إلى توصيب الأفكار الخاطئة تصويب الأفكار الخاطئة يلي بيوصلها تنظيم داعش إن كان عن ديانة الإسلامية أو عن أي شيء تاني يعني هو بيروج له. هو الإنجاز الأهم مش بس إنهاء تسويق داعش لنفسه، إنهاء داعش يعني من أصله. لكن هالفكرة المتطرف يعني بيقدر يكون معدي أكيد. جداً بولد أكثر من داعش. أكيد أكيد. رح نروح على صورة اليوم. صورة اليوم نروح فيها لشمال لدائر سيدة حماطورة الأرثوذكسي. يعني نحن طالعين على طريق الكورة لكل يلي ما بيعرفوا يعني صعب الوصول له بأي يعني أهم وسيلة الوصول له هي سيرا على الأقدام تاخد شي ساعة بس حرزان يعني ما فيك تمرق وما تطلع وتقول هيدا لازم تزوره. أكيد أكيد. هيدي صورتنا لليوم. منذكر بالمسابقة أو في عنا قبل الكوت خلينا نقول الكوت. من يناقش الأحمق عليه أن يتحمل جوابه. فيعني ما في لزوم شيك لا تعليق. لا تعليق. طوال شهر رمضان المبارك متعرف نحن وياكم على مدن عربية ومدن شهيرة بالعالم العربي. من أكبر المدن هي في تركيا هي إسطنبول وهي ثاني أكبر مدينة بالعالم من حيث عدد السكان. وينظر إليها على أن مركز تركيا الثقافي والاقتصادي والمالي وتغطي مساحة المدينة 39 مقاطعة تشكل محافظة إسطنبول. تقع إسطنبول على مضيق البوسفور و تطوق المرفأ الطبيعي المعروف باسم القرن الذهبي الواقع بشمال غرب البلاد. وبتمتد المدينة على طول الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور والجانب الآسيوي أو الأناضول. وبالتالي فإن المدينة الوحيدة بالعالم يلي بتوقع على قارتين. كانت هالمدينة عاصمة لعدد من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل. فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية اللاتينية والدولة العثمانية. بهالشهر طبعا عندنا دائما سؤال وعندنا جوائز. جايزه بقيمه $100 بيقدمها أنطوان صليبا وورلد اوف جولري للاختيار من اشهر الماركات العالميه من 55 اسم لاشهر الساعات العالميه. وكمان اليوم بيكون في جايزه يلي هي من عند بلاك روك دعوه حمالكم علي دعوه الى للعشاء لشخصين. اما السؤال عند تأسيسها ما وعندما كانت عاصمة للإمبراطورية البيزنطية شو كان اسم إسطنبول؟ يا القسطنطينية يا القسطنطينية يا أنطونيا. أكيد بنتلاقى اتصالاتكم ابتداء من هلأ تحت الهواء بعد شوي على الهواء. خلصنا up to date. أكيد أكيد من زمان وقفة ممكن أقعد فوق صوتي.